المحضر مش هتقفل ضد مجهول يا زياد. يعني هتفضل فاتحه كده؟ ما خلاص كل اللي في ايدينا عملناه. بقول لك من يوم ما اتقتلت وانا ما بنامش. احساس ان كنت اقدر انقذها ما بينايمنيش. يا عم عمرها كده، احنا عملنا اللي علينا وحاولنا نوصل للبنت دي بكل الطرق وما عرفناش، هنعمل ايه تاني يا زياد؟ حاسس ان هوصل لحاجه. اه عندك ده اللي هيودينا في 60 داهيه. باشا. خير يا رضا. سيد السابع يا باشا. سيد السابع ده مسجل خطر في الجنة يا زياد، اسمع عنه من وانا في اعداديه. ماله سيد السابع ده لسه عايش؟ عايش وفاجر ومزودها جوا يا باشا. في ست مسكينه عماله تبكي تحت، خاطب بتاعه وعايز يتجوزها بالعافيه، ده بينيم البلد كلها من المغرب، وعمال ياخد اتاوه من الصغير قبل الكبير. الكلام ده كنا بنسمعه في الحواديت واحنا صغيرين. الكلام ده بيحصل النهارده؟ وفي جنة؟ وربنا لا ينزله سيد السابع ده؟ واعرف ان كان سبع ولا قطه. جاب لك راح كتير يا باشا، النص ما رجعش والنص راجع ايد ورا وايد قدام، نص سلاح ليبيا عنده يا باشا، ورجالته محوطه المكان كله، ده عنده احكام 180 سنه، غير سبع اعداد. انت بتخوفني والله يا رضا. العفو يا باشا. طب ورحمه ابويا يا سيد السبع في كده؟ عايزك تشحن السلاح اللي جه الصبح. اشحنه على فين؟ مخزن سوهاج. في أسرع وقت عشان نستغل انشغال ولد صالح في قضية البت الشغالي. تمام. مالك؟ أنت صح عاوز تخلف ولا اللي سمعته ده كلام حريم؟ آه يا مسعود عايز أخلف. أنت إيه مشكلتك؟ مشكلتي إن ده ما كانش اتفاقك معانا. الاتفاقات بتتغير مع الوقت يا ولدي. اتفقنا مرة عليه سنين. خلاص طالما الاتفاق اتغير اعتبرني خدت امي وعملت لك البيع. تهنى فيه براحتك انت ولا متجوزها. انت ايه مشكلتك؟ مشكلتك اني اخلف ولا مشكلتك اني اجيب لك عائلي وارسم معاك؟ يا زين الوضع في المنطقه دي خطر جدا، وعلشان نقتحمه محتاجين تشكيلات امن مركزي وقوات خاصه. وده قرار لازم يجي من المديريه من فوق. سيد السبع ورجالته عندهم ترسانة سلاح وكلهم مسجلين خطوه هربانين من السجون. يعني انت بتتعامل مع ناس مبداهم الوحيد يروح مع بعضك روح. لا مبداهم ده على نفسهم يا فندم مش على الشرطه. بعد اذن سيادتك يا فندم لو ما عرفتش نجيب موافقه الامن المركزي والقوات الخاصه انا عندي استعداد نروح برجالتنا. لا ما تقلقش. المديريه دارسه الموقف هناك كويس. مستنيين بس التوقيت المناسب. مستنيين ايه يا فندم؟ الراجل عليه احكام 180 سنه سجن، عليه سبع احكام بالاعدام هنستنى لما يبقوا 170. احنا في دولة القانون ولا في دولة سيد السبع؟ عايز تعمل ايه بس يا زين؟ عايز اروح اجيب الواد ده. جيبهم بمين؟ جزء امنا وطقم عساكر. وايه اللي يمنع يا فندم؟ انا واثق في رجالتي. انا اللي همنع يا زين، انا لا مستغني عنك ولا مستغني عن رجالتنا. لحظة يا زين. العملية دي على مسؤوليتك يا زين؟ إن شاء الله على مسؤوليتي يا فندم. أنت تعرف إن المنطقة دي ما دخلهاش عربية شرطة من سنين؟ عارف وعلى أتم الاستعداد يا فندم. إيه رأيك يا بت في الواد طنطاوي؟ طويل قوي يا حاج. طب الواد عبد العال؟ متجوز ثلاثة، حبجنة الرابعة، يرضيكي؟ حيرتني معاكي يا بتي، عايزة أفرح بيك. أنت إيه؟ معمول لك عمل؟ هتعيشي كده من غير سند ولا راجل؟ بعد اللي شفته من جوزي الله يرحمه كرهت جنس الرجاله. نهار اسود سي هتلر. تتجسس عليا يا امينه؟ فاكرني المخفيه بتاعتك؟ ولا عرفت منين كلامي مع هدى عن الخلف؟ العصفوره قالت لي. اه خليها تنفعك. انا عارف انك مش هيهدلك بال غير لما توجعي بيني وبين الواد اللي طلعت بيه من الدنيا. بيدك تكسبه وبيدك تخسره. مش هتعرفي تمسكيني من يدي اللي بتوجعني. يا عزت لازم تدي ثقة. وبعدين مش ده اللي حصل السنة اللي فاتت مع العيال بتوع دشنا؟ وزين برضه اللي نزل جابهم؟ مش كل مرة بتسلم يا باشا. وبعدين ما ينفعش نوافق على تطور زين كده على طول.
ده غير حياة رجالتنا اللي بيعرضهم للخطر. واحنا دلوقتي مش في خطر؟ يا عزة الأحوال اللي بتمر بيها البلد مخليانا كلنا في خطر. ما تخافش على زين يا عزة. من واقع خبرتي بقول لك زين هيرجع بسيد السما. مع احترامي لخبرة حضرتك، زين مش هيرجع بسيد السبع. بالإذن يا باشا. حاجة مين دي أمرها منك ليه؟ الحكومة يا كبير، طالما فكروا يجيبوني لحد هنا يبقى ما حدش يخرج مني وهم على رجليه. على شرط انك تخفي. والنبي والنبي ايوه بقى انت في البيت يا باشا. We'll be right back.
سلم نفسك يا سيدة سبا. من يوم ما خدمت في جنة وأنا متابعك كنت عارف إن ما حدش هيجرى ويجيني لحد هنا غيرك. أنت زين الجناوي. أيوة أنا زين الجناوي. لا عندي. يلا ادخلوا دخل الحي غسليت. ست جليلة. رضوان ازيك يا رضوان؟ الحمد لله نحمد ربنا. ازيك يا ست جليلة؟ الحمد لله خير. انا كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع. بخصوص ايه؟ انا جاي اتقدم لليلى. تشرف وتنور يا ولدي. بس اشمعنى ليلى؟ انا شايف ان مفيش في تدينها ولا اخلاقها ولا تربيتها، وكفاية انها بنتك وبنت عم فخر الله يرحمه. الله يرحمه. بس انت جاهز للجواز يا رضوان؟ بنيت دور في بيت ابوي ولسه مخلص توضيبه، والعفش اللي تختاره من اجدع محل في جنة وحتى سيوط، ومعايا قرشين للشبكة والمهر. وشغلك؟ انا عندي محل ادوات منزلية بيدخل لي دخل كويس كل شهر، قرشين حلال الحمد لله. وهتعمل فرح؟ انا معيش، انما لو هي مصممة نعمله فرح شرعي. انا عن نفسي موافقة، مش هلاقي عريس احسن منك. بس الاصول يا ولدي يتفتح اخوها منصور لما يرجع من الجيش، ده الكبير، والكلمة كلمته والجول جوله. اللي كان هيقتلني يا زيد وانا شايله ان ابن الكلب ريحته قبض، ما استحماش من 30 سنة ابن الجزم. شفت يا بني رفضك كان قرار غير سليم. النهارده اهل البلد كلهم نايمين في امان وبيدعوا لنا وفرحانين اننا خلصناهم من السبع اللي كان مسود عليهم عيشتهم ده. بصراحة يا زين انا ما كنتش موافق، علشان بتهورك وجنانك ده كنت هتتسبب في موت ناس كتير من اهل البلد ورجالتنا كمان. بس الحمد لله ربنا سترها. يا بي احنا كل مأمورية بنروح على بنبقى عارفين هنرجع منها ولا لا. وبعدين اهل البلد دول كانوا ميتين بوجوده، احنا اللي حيناهم بعد ربنا. انت مش مبسوط ولا ايه يا عزة؟ اتفضل يا باشا. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل يا عزة بيه. اتفضل يا زين. الله يخليك يا اسماعيل بيه. يا راجل ده السابع ده مطلوب من وانت لسه في الكليه. القبض على اخطر مسجل خطر في اينا النهارده هيدخل فران كتير جحورها يا عزت. اشكر المعاون بتاعك يا عزت بيه. لا شكر على وجهك يا بيه، وبعدين كله فضل ربنا ثم تعليمات عزت بيه. طب وربنا لولا انه رفض لولا انه اصريه. يا رب تنام يا رب تنام وانا ادبح لك جوز حمام. يا لوح يا لوح يا قمر. يا واد قوم بقى، انت على طول نايمك ده. بس يا فتسمين انا عايزه يقوم. جبنا له يمه كل حاجه، كل حاجه هيحتاجها. ربنا يخليك يا بنتي ويرضيك يا فاروز. انا ما عملتش حاجه يا ماما. امال قعدتي تقولي مش عايزاه ومش هينفع يقعد؟ اشمعنى دروك؟ انا لسه عند رايي يا طه. يا فيروز اكيد هو مش هيطول هنا، كلها يوم اتنين واهل امه هيظهروا. طيب ولو مفيش حد ظهر من اهل امه ولا اهل ابوه؟ اكيد مش هنرميه في الشارع يا طه. اكيد طبعا مش هنرميه في الشارع، بالعكس احنا نوديه احسن دار ايتام في مصر، وانا هتكفل بيه لغايه ما يتخرج من الجامعه ولغايه ما يتجوز كمان. ثانيه طبعا بص ثانيه ايه انت بقى بص. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك. واجعله في ميزان حسناتي. واجعله في ميزان حسناتي. واشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان لا اله الا الله. وان محمد رسول الله. وان محمد رسول الله. كلمة عليها نحيا. كلمة عليها نحيا. وعليها نموت. وعليها نموت. وبها نجاهد في سبيل الله. وبها نجاهد في سبيل الله. وعليها نلقى الله. وعليها نلقى الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ثابت. جاهزين يا فندم. توفيق إن شاء الله. أي أوامر يا فندم؟ اتفضل دور. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. خارج. دور. معتدل. مر.
زين، أول مرة من ساعة ما عرفتك تكبرني على حاجة. علشان أول مرة من ساعة ما عرفتك يا فيروز تبقى غلط. بس أنا بنت برضو يا زين، وعندي مشاعر، ومن حقي عليك إنك ما تجرحنيش. إحنا لو كنا بنخلف كنت هتتبنى الولد ده؟ أولاً ما تبنتوش، ثانياً بيت الجناوة طول عمره مفتوح للي ملوش ظهر، ثالثاً وده اللي عايزك تفهميه، إن أنا لو مخلف 10 عيال كنت هجيب الواد ده هنا برضه. طب عشان خاطري بس، إحنا ممكن نوديه لأحسن دار أيتام في مصر. أنا أعرف دار أيتام في المعادي على مستوى عالي جداً، وممكن نراعيه هناك لغاية ما يكبر. فيروز، أنا لو أمي قالت لي أنا الواد ده في البيت هختار الواد ده، وكلامي خلص في الموضوع ده. طب أنا محتاجة أروح لأهلي كم يوم كده أريح فيهم أعصابي. وأنا مش فاضي. خلاص يبقى سافر لوحدي. ومن إمتى وأنت بتسافر لوحدك ولا بتروح حتة لوحدك؟ من ساعة ما بقتش تراعي مشاعري يا زين. طب استهدي بالله واخذ الشيطان يا فيروز. لسه زعلان مني يا ولدي؟ لا ازعل من ايه؟ الخلفه مش عيب ولا حرام، وفي الاخر نقول قولك من قلت لك اني رجعت لاول مره يا مسعد. ارجع في كلمه قلتها. هقول لك عين العقل يابا، في حد يا ولدي يوجع ظنه حته منه فوق كل ده؟ دراعه اليمين اللي بيعمل بيه كل حاجه. بلك يا مسعد، انت الحاجة الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا. ما اقدرش يا ولد ازعلك، هي حاجة تهون، حتى لو كانت الحاجة دي ضنا من صلبي وهيبقى زيه زيك. وانت عارف يا ابوي انك لو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلقى حد يفتك بروحه غيري. خليك ليا يا ولدي. ما اتخلقتش المرة اللي تنولي دراعي، عايزة تقعد تقعد، عايزه تسافر تغرف في داهيه. ناس ما بتقدرش النعمه يا خالتي، وهي طول تعيش تحت رجل زين بيه الجناوي. انت بتتصنت علينا ولا يا ليلى؟ ايش دخلك انت في اهل ليلى؟ ايه يا ولدي مالك؟ ما طايقش كلمه من حد ليه؟ انا فيها اللي مكفيني يا امه. ام الغلبان ده بتطاردني في كوابيسي، الاقيها منين ولا منين؟ اجيب حق اللي قتلها ولا رايح ضميري وعايش الوقت في البيت؟ ما انا اقدر اعيش في اي بيت تاني واصرف عليه بالجنيه المليون، بس ما فيش حاجه تريح ضميري غير انه يعيش في البيت ده. ليه يا ولدي؟ لو هو انت اللي كنت قتلتها؟ ما قتلتهاش يما، بس كنت اقدر انقذها. انا خنت القسم. واحده جايه لظابط قدام قسم بتقول له اديني من وقتك دقيقتين، بيقول لها فوتي علينا بكره. ده شغال في محل بقاله، مش هقول لك ده يما. هون على روحك يا ولدي. يا ريت الدنيا كلها زي قلبك. كنت هتعمل ايه يعني؟ وذنبها هي فيروز، سابت ابوها وعيشتها وحبايبها وجت عاشت معانا هنا عشان بتحبك يا ولدي. جبت لها واد غصب عنها من غير ما تاخد اذن منها وهي لسه ما خلفتش، عشان خاطر امك يا ولدي. خد اجازه واطلع بيها على مصر، جلعها، غير جو، منها كمان تشوف اهلها يا ولدي. قول قول يا حاسس بجرح. قول مصطفى كامل، يبقى حصل مصيبة. مالك يا ليلى؟ زعجلي يا صفية، زعجلي قدام مرت عمي، زعجلي عشانها. أكيد عملتي حاجة تخليه يزعجلك. ما عملتش حاجة. قول يا ليلى. طب بذمتك في واحد زي زين ها يتجوز واحدة زي فيروز تاني يا ليلى؟ تاني؟ لا تاني ولا تالت. أنا كنت واقفة وهو صوته كان عالي وقال عايزة تقعد تقعد، عايزة تمشي تمشي. كان نفسي أقول له تغور في داهية، بس أنا طلعت مؤدب وقلت له هي الطول تعيش تحت رجلك. قام مزعج لي يا صفية. ما كان لازم يزعج لك يا ليلى، فيه واحدة تتدخل ما بين راجل ومرته في وقت زي دي؟ بقول لك ايه يا صفيه، غوري من وشي، غوري. اهدي اهدي واشرب الشاي.
مش عايزة. النهاردة أول يوم لينا هنا في سينا. الكلام اللي هقوله ممكن تكونوا سمعتوه قبل كده، بس هقوله تاني عشان ما يتنسيش. كل واحد فينا ينسى المكان اللي جه منه. بيتك وعرضك وشرفك هي أرضك. العناصر اللي احنا بنتعامل معاها مهمتها الوحيده انها تخرب وتدمر، واحنا بدورنا هنعرفهم يعني ايه جيش بيدافع عن البلد. المنطقه اللي احنا شغالين فيها مليانه باهالينا من سينا، والارهابيين بيتحركوا وسطهم، فالدقه والحذر والانتباه هو اساس تعاملنا هنا. تمام يا رجاله؟ جبنا لك جمبري انما ايه؟ طازة من البحر الاحمر بفسفور. شكلك ناويالي الليلة دي على نية السودة. وليه ما تقولش نية حمرا؟ ولا اشتريت. وانت تقدر ما تشتريش. في حد يقول لأ الليلة زي دي؟ الليلة جدلع وما يتدلعش. يبقى لمؤاخذة. ده غير الدلع بقى. أنا عايزة ما يعديش عليا شهر إلا أم بطني قدامي. حلوة دي. شهر؟ أنت مستعجلة جامد. أوي أوي. بس مش هينفع بالسرعة دي. ليه بقى؟ عشان موضوع الخلفة ده اتعرف وعمل لي وش. هنخلص من الوش دي. بعدين كان خلف على راحتنا. أنت خايف منهم؟ أنا خايف عليك يا هدهد الجنايب. أنت عارفاه وعارفة أنا أبو مزرك كيف. قلت لي اللي قبلها إيه؟ يا هدهد، يا هدهد الجنايب، مش هو سبب الهم اللي إحنا فيه ده يا حبيبتي؟ أيوة هم. اللي يسمع صوتك يقول انك مهمومه، وبعدين انت في مكان وانا في مكان، لا انا عارفه اجيلك ولا انت عارفه تجيلي، تبقي مهمومه ولا لا؟ اوكي يا حبيبتي خلاص هكلمك بعدين. اورفار. دي فيروز؟ ايوه فيروز، اللي انت دمرت لها حياتها بالجواز المهببه دي. مالها الجوازه بس؟ هي قالت لك حاجه؟ لا ما قالتليش حاجه، بس قلب الام. قلب الام؟ ولا كرهك لزين؟ لدو يا صلاح، ارتحت؟ انت طبعا هديتيها. طبعا لا، انا قلت لها تلم هدومها وتيجي في اول قطر. يا سلام، انا بقى بصراحه ربنا بحب الامهات اللي بيحبوا مصلحه ولادهم. ادوني اجازه من الشغل. يعني هتيجي معايا؟ ولو ما كانوش ادوك اجازه ما كنتش هتسافري. طب انا عايزه اقول لك على حاجه، انا كل اللي انا بعمله ده شغل اطفال، يعني لو كنت نشفت دماغك وصممت ان انت ما تجيش معايا كان كل الهدوم دي هترجع الدولاب تاني. عارف ومتاكد. مش عايزك تزعلي مني، الفتره اللي فاتت كان مزاجي زي الزفت. عارفه وحاسه بيك والله، عشان كده كنت بحاول اطلعك من اللي انت فيه. بعدين العيال الصغار اللي تحت ده ملوش حد غيرنا بعد ربنا. أنا كنت فاكرك هتكوني أول واحدة هتفرحي لما قلت إن أنا هجيبه هنا، علشان عارف إن مفيش قلب أطيب ولا أطهر من قلبك. أنا كان نفسي أول طفل أشوفك بتختار له اسم وتهتم بيه وتدلعه يكون ابننا. لما شفتك جبت الطفل ده وفرحان بيه حسيت إن أنت خلاص فقدت الأمل إننا نخلف، مع إني لسه عندي أمل كبير في ربنا إننا هنخلف إن شاء الله. وأنا كمان عندي أمل كبير في ربنا. يا رب. إن شاء الله. مالك يا أبوي؟ مزاجك مش رايق ليه؟ مفيش يا مسعود. نكدت عليك لما قلت لها مفيش خلفة. حريم هم. عشان كده ما عايزش أتجوز. والله عندك حق يا ولدي. وأنا بقولها لك أهو. بتتجوز؟
غير عشان تخلف وبس. الحرمة اللي تتجوزها لازم تكون لا بتهش ولا بتنش زي أمك كده. طب وما لقيتش زي أمي؟ ألاقيها لك يعني. أنا بالحق عملت إيه في البيتين وحتة الأرض؟ ناس في السفارة جارفيني تليفونات. كل المحاولات فشلت. زر جنين على الآخر. هنعمل إيه؟ ولا أعلم فيها بس بطريقة الخداع والقدر. كيف يا أبوي؟ ولعها وساعدهم وهم بيطف. ساعتها مش هتسوي حاجة ونشتريها بالزيادة ونبقى ساعدنا وتساعدنا نساعدهم فيك الخير والله.